السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده استيبل فيجن او ايزي فيجن، او موقع بيحول الكلام لصور. فانا قلت له مثلا انا عايزك تخيل رائد فضاء وراكب حصان، مجرد انا كتبتها له هنا وقلت له ميك ايمج، فبدأ يعملها لي. وفي بارامترز كتير تقدر ان انت تتحكم في قوة الصورة اللي هتتكون، مثلا الكواليتي، ممكن تتحكم في عدد الصور. تمام. طيب، وفي برضو الايمج موديفاير، الارت ستايل، مثلا ممكن اقول له عايز اهو ستايل دوت تفولي، اختار الستايلات اللي انت عايز تشوف الصورة بيها. والريندر، تعالى بقى نطلع كده نشوف الصور اللي معانا. طيب، كل اللي علينا بعد ما اخترنا الستايل هقول له اعمل لي الصور. تبدأ بقى الصور تتكون معاك بشكل قوي. وعلى فكرة انت لو عندك صورة على الجهاز تقدر انت ترفعها ويبدأ هو يتعامل معاها. فبيبدأ يكون الصورة، هيكون لك كل الصور مع الوقت. تمام. وهتلاقي في هنا اعدادات كتيرة جدا في السيتنج جنب جنريت، منها مثلا زيمس لو انت عايز تغير اللون، مثلا تخليه فاتح شوية، ربنا يفتح علينا. تمام. اوتوماتيك سيف، ان هو سيف على طول ومسكنا اللي هو سيف فيه، وهكذا. في ميتا داتا فورمات لو انت عايزها تكست او جوسون او امبيدد، لو في صوت، وهكذا. في شوية اعدادات كده ممكن ان انت تبدأ تشوفها.